أعلنت وزارة الصحة عن الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين والمقيمين والمسجلين في وحدة التطعيم المتنقلة لطريحي الفراش في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وأفادت الوزارة في بيان إن هناك متابعة دقيقة بعد إتمام التطعيم لجميع من تلقى اللقاح لرصد أي أعراض غير محتملة مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن أو مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن رصد أي آثار جانبية غير متوقعة.